بوتاكي الفنانة التي تقيم معرضا فنيا هذا المساء للأسبوع الثاني على التوالي، وقد أخذت يعني بعض الضيوف الحضور في جولة سريعة على أعمالها ومعرضها، وفي معلومات عنها أيضا متوفرة على الطاولة هنا تتحدث عن تجربتها الفنية. فلتتفضل مشكورة الأستاذة حميدة أبو تاكي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه. بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أرحب بكم أيها الحضور الكريم، مساءكم جمال كجمال حضوركم هنا. اسمحوا لي بداية أن أرحب بعودة الأستاذ جعفر الشايب إلى أرض الوطن فعودا حميدا. الحقيقة لما كنت أنوي الحديث عن نفسي هذا المساء كما في اللقاء الأسبوع الماضي، لكن بالأمس مع أن نشر المقال لمعرضي حتى توالت التهاني وغمر المحبين وأصدق وأعذب الأمنيات بشكل فاق توقعاتي. ومن هنا وأنا أقف خلف هذه المنصة أنثر على جبينكم أزهار الود والامتنان، فالتمسوا لي العذر في تقصيري معكم، فليس هناك ما يضاهي محبتكم ولطفكم، فلكم مني تواشيح دعاء أمطرها بوابل الامتنان لقلوبكم الطيبة. دعوني أحدثكم قليلا بصفتي معلمة للتربية الفنية عن هواجسي وتأملاتي المستقبلية لتعليم الفن. فمن خلال خبرتي البسيطة لاحظت وبشكل لافت تهميش مادة الفن من قبل الطالبات، ولعلها من أهم الأسباب جهل بعض الأهالي بأهمية هذه المادة وتهميشها على حساب المواد العلمية الأخرى، مما المواد العملية الأخرى. والحقيقة أنها لم تدرج ضمن المواد الدراسية اعتباطا، فهناك أسباب معينة وأهدافا معينة ومهارات محددة تنمي هذه المادة، تنمى من خلال هذه المادة. وما يميز هذه المادة عن غيرها هو أنها مادة علمية وعملية معا، تتيح للطالب أو الطالبة تفريغ طاقاتهم الفكرية والجسدية والإبداعية بالدرجة الأولى في قالب جمالي بهدف الارتقاء بالأجيال الواعدة فنيا وثقافيا، وردم الفجوة بين الأسرة والمدرسة بمنح الثقة لذوي الاختصاص للنهوض بالمستوى الفني والمهاري للطالب والطالبة. أقترح أيضا أن يكون هناك خصخصة في مجالات الفن، حيث يتاح للطالب حرية اختيار المجال الأقرب إلى ميوله لاكتساب مهارات جديدة تشبع شغفه وحماسه. من جانب آخر، النظرة السطحية لهذا الفن الراقل المتمثل في الحرف العربي، محاولة دائما يحاول الأجيال الحالية تستبدلها بالحروف الإنجليزية بحجة الانفتاح. طبعا هناك مقولة تعجبني كثيرا لما لها من معاني عميقة، وأردت أن أشارككم بها هذا المساء. طبعا هذه المقولة للفنان العالمي بابلو بيكاسو، يقول فيها إن أبعد نقطة أردت الوصول إليها في فن الرسم وجدت الخط العربي قد سبقني إليها بمئات السنين. هذه المقولة لها أبعادها العريضة في اتجاهات متعددة، لعل أبرزها أن الحرف العربي قد وصل إلى العالمية بكل جدارة، وأن لغة القرآن ترتقي إلى القمم، وهذا مما لا شك فيه. لذلك بالنسبة لي أتطلع دائما إلى تطوير مهارات الخطية وأطمح للوصول إلى مستوى مرضي بالنسبة لي على الأقل. من جانب آخر أيضا أرى كما لا يختلف على ذلك اثنان أن قطيفنا الحبيبة هي مهد للفنانين والمبدعين والمتميزين في شتى المجالات، وهذا ما يدفعني دائما لأنادي بإنشاء أكاديمية للفنون تحتضن جميع المواهب الغضة وترعاها حتى يكون لها مكانا يليق بها مستقبلا.
ومواكبة للتسارع المدهش للتطور التكنولوجي والعولمة الفنية، حري بنا أن نعتني بما يسمى بالديجيتال آرت أو الفن الرقمي، وذلك بفتح المجال لتعلم هذا المجال بما يخدم الارتقاء بالهوية العربية والإسلامية وبثها بالمستوى اللائق في هذا العالم اللامحدود. وأخيراً أجدد شكري وتقديري لمنتدى الثلاثاء الثقافي على إتاحة هذه الفرصة، ولكم جميعاً على تجاوبكم بالحضور والمشاركة. وقتاً ممتعاً أتمناه لكم، وشكراً.